اهلا بيكم متابعينا متابعين موقع في الجول. النهارده في مول العرب وتحديدا في الفاليو ارينا وفي اليوم الاخير من دور المجموعات من كاس العالم جايين علشان نعمل سحب على السؤال اللي نزلناه على صفحتنا على الفيسبوك: البرازيل خسرت نهائي كاس العالم كم مره؟ الاجابه الصح هي مرتين. تعالوا بقى نعمل سحب ونشوف مين سعيد الحظ اللي هيفوز من فاليو بفاوتشر بقيمه 1000 جنيه. يلا بينا نبدا السحب ونشوف مين سعيد الحظ. سعيد الحظ هو أحمد أشرف. أحمد أشرف أنا تواصل معاه ما بين الشوطين علشان نسلمه الفاوتشر. ودلوقتي وبعد ما عملنا السحب معانا سعيد الحظ أحمد أشرف بعد ما جاوب صح على السؤال نزلناه على الفيسبوك. حابب أسمع منه الإجابة تاني؟ مرتين برازيل خسر كاس العالم مرتين. تمام. مبدئيا ألف مبروك. قول لي بقى تعمل ايه بالفاوتشر؟ كان في سماعه كده ان شاء الله انا واجبها يعني بالفاوتشر ده يعني. طيب انت يعني ادينا انطباعك بقى عن الفاليو ارينا وقول لنا كده ايه اكتر حاجه عجبك في المكان. والله هو مكان لذيذ كده يعني، بنيجي انا واصحابي نتفرج على الماتش، في اماكن للترفيه يعني، بنلعب بلاي ستيشن، في اماكن البنج كمان، فيعني مكان لطيف. طيب انت دي اول مره تيجي الفاليو ارينا ولا جيت هنا؟ لا جيت قبل كده. طب ناوي تيجي بقى بدايه ان شاء الله؟ يعني ان شاء الله هكمل معاهم. طيب نسألك كده كم سؤال في الكورة، قول لي كده انت بتشجع مين في كاس العالم؟ بشجع البرتغال. عشان رونالدو ولا انت بتحب البرتغال؟ رونالدو بصراحة يعني. طب تتوقع البرتغال تروح لفين في كاس العالم؟ والله انا اتوقع يعني لو على حسب الماتش ده، لو هتلعب صربيا هتخرج من دور 16 يعني. طب لو راحت النهائي تتوقع النهائي يكون ما بين مين ومين؟ يعني اتوقع هي هتكون في سك يعني، هتكون ارجنتين و ده ديربي الكرة العالمية، ميسي ورونالدو، ضرب الجزاء. الف مبروك يا ابو حميد، وان شاء الله نشوفك في يعني احنا موجودين هنا على مدار كاس العالم كله تكسب معانا فاوتشر مره ثانيه. الف مبروك. وكعاده نهايه كل سحب حابب افكركم عشان تفوزوا معانا بالفاوتشر لازم اجاباتكم تكون موجوده في الفاليو ارينا. الفاليو ارينا موجود في ثلاث اماكن: الاوبن اير مول في مدينتي، وجيت وي مول في الرحاب، ومول العرب في زايد. مستنيينكم هناك.